اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا، والى محطه من محطاتنا الرمضانيه، افطار في منزل عائله اسير او شهيد. اسرانا لا يغيبون عن البال، وشهدائنا ايضا الابرار دائما حاضرين في اذهاننا، على نتذكرهم حتى على موائد الافطار بهذا الشهر الفضيل. نعم، في فلسطين هذه الحياه المليانه بالتكافل، دور كبير جدا لنكون دائما مع بعض، حتى لو بكلمة حتى لو بابتسامة، واستذكار شهدائنا فهم أحياء بيننا وهم نجوم تتلألأ في سماء الحرية. اليوم محطة كاميرا فلسطين الصباح زارت منزل عائلة الشهيد إسلام دويكات وشاركتهم في إفطار رمضاني، ورصد لنا كل هذه التفاصيل الزميل بكر عبد الحق. صحيح، في بلدة بيتا قضاء نابلس. مشاهدينا الكرام، نحييكم تحية طيبة في هذه الإطلالة الخاصة وإفطار جديد هنا في رحاب عائلة الشهيد إسلام دويكات من بلدة بيتا، الذي التقى قبل نحو عام في جبل العرمة مدافعا عن هذا الجبل في الملحمة التي سطرتها بلدة بيتا قبل أكثر من عام، متصدية لمحاولات المستوطنين بسط السيطرة على هذا الجبل، وتصدى الشبان ومنهم إسلام في ذلك الوقت لجيش الاحتلال الذي كان مدججا بالسلاح، فأصيب إسلام في رأسه وارتقى فيما بعد متأثرا بإصابته. في هذه الإطلالة الخاصة لبرنامج فلسطين هذا الصباح، تشرفنا اليوم أن تناولنا طعام الإفطار هنا بصحبة عائلة الشهيد، مستذكرين هنا الذكريات التي ظلت عالقة في وجدان والذهن ذوي الشهيد وأشقائه وجدته وعمه. فعليا نستعرضها معا هنا في هذه النافذة وهذه الإطلالة الخاصة. سأبدأ أولا أبو عبادة، شو بتذكر عن إسلام فعليا؟ أنت كمان عم قريب عليه. نعم. بالمناسبة بجد أنا من أقرب، يعني قريب جدا عليهم، يعني قريب السكن كمان. صح أنه إسلام يعني كان يعني ذو حيوية ونشيط واجتماعي، وما شاء الله عنه، يعني نقول في اللغة العامية مزيح نمرة واحد مع الجميع، مع عمامه، مع أولاد عمامه، مع أهله، ما شاء الله عنه نشيط. قبل فترة يعني من استشهاده سنتين، يعني صار يأسس في مشروع له خاص وفي الإحجار، وما شاء الله عنه كان محب يعني للمؤتهات هناك على الشكل، حتى أنه نقول يعني وين أنت بده أبوك يخطبك، يقول إن شاء الله أنا يعني خطبتي هناك بعيد، يعني مش من هنا. فيعني داخليا هو كأنه كان يشعر انه يعني راح يستشهد، راح يعني له مصير غير المصير المعتاد عليه الناس جميعاته. ونقول الحمد لله رب العالمين. وانت شفت يعني كيف كانت الناس فوق يا اخ بكر، يعني كانت وحده واحده، وكان الناس يعني متماسكين وما شاء الله عنهم. ونسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبله، شايف، ويكون شفيع للجميع ان شاء الله. صحيح، قادر نحكي ان شاء الله ولا نروح عند الحجه اول؟ خلينا نحكي عند الحجه ام العبد. نعم، يسعد مساك يا رب. امسك المايك. طبعا الحجه ام العبد هي جده الشهيد اسلام، وهي واكبت ثلاث فترات هنا، الانتداب البريطاني والاحتلال الاسرائيلي، وكذلك الانتداب البريطاني والاحتلال الاسرائيلي الاول لفلسطين والاحتلال الثاني لفلسطين، وهي ايضا شهدت احداث العرمه الاولى في الثمانينات وأحداث العرمة الثانية التي التقى فيها إسلام. خالتي من العبد، شو بتتذكر عن إسلام؟ ذكريات الله يرحمه. الله يرضى عليه، الله يرحمه، أحسن من هيك ما في. ستي كله نعم، ستي تكبري كل طاب أكل له أكبر، وين ما بدك وين ما بدك أكبر. يوم أنام أكل له غطيني غطيني، أقول ليتك تغطي ولادك يا ستي، قول الله كريم يا ستي، الله أعلم يا ستي، غطيهم ولا ما غطيهم. مين مثل هيك أتروحش يا ستي عندي، في يهود تتمزى أتروحش، قول يا ستي ليش هو الواحد؟ الإسلام يا ستي السهر والواحد يغيب، تخافيش علي.
يجوا هنا هالنسان يكون يجوا عنده أقول له أمليح وشوش هان كله ما وشوش تظل تقولي وشوش وشوش ونسجل علينا الباب قالوا لي يضحك علي الحمد لله رب العالمين. احنا اخي بكر ما تستغرب اذا قلت لك انه احنا كان عندنا ارهاصات سابقه قبل استشهاد وانه خلص يعني هو من ضمن الامور كان حكى لي عن منامات له فكنت استشرف انه يعني الامر مش طبيعي يعني كان من ضمن المنامات اللي حكى لي اياها. حكى لي يابا شفت حالي بزفوا فيه الشباب وانا على فرس. قلت له طيب شفت العروس بتعرفها؟ قال لي والله ما شفتها بس حكوا لي بدنا ناخذك عند العروس. مرة ثانية بحكي لي أنا الليلة تجوزت بقول له شو تجوزت؟ بقول لي تجوزت قالوا لي إنه تجوزت حورية. فكنا نستشرف حقيقة إنه يعني خلص الأيام القادمة يعني مش طبيعي راح تكون. هي كرامة الشهداء هاي. سبحان الله، يعني أنا بدي أحكي لك شغلة يعني مشان يعني أمر بزيادة. طبيعة الشباب إنه على الببجي على اليوتيوب على كذا وإشي يظل سهران، فأنا أقوم في الليلة كله بلين بدك تنام بكرة عندك شغل. آخر شهر التزام بالدين، قيام ليل، قراءة قرآن كل يوم، يعني إشي ما تصدقش يعني التزام حديدي ما شاء الله عليه. نسأل الله عز وجل إلى القبول. كان حنون كثير، كان هو أبوه من ثاني لما اعتقل أبوه بسنة 1000 بس تقرب المايك بعد اذنك. لما اعتقل أبوه سنة 2014 كان هو أبونا الثاني، كان حامل مسؤولية البيت، كان حامل مسؤولية البيت، كان يعني وهو أبوه موجود قوم يا إسلام، لما يجي الشغل قوم يا إسلام، مرات يكب عليه مي عشان يقوم. لما اعتقل أبوه ألاقيه جاي من حاله رايح الشغل، والله مرة أجا صح له شغل بتنظيف بركس تحت البخار، أجا مش قادر يمشي من قد ما اشتغل، قلت له خلص بكرة فيش تروح. ثاني يوم اللي هو طالع يدور على شغل ثاني، يعني كان هو أبونا الثاني، كان يحب الكبسة. الكبسة كان يحب الكبسة، كان يحب الخروب، كل يوم يجيب الخروب. أنا ما بحب الخروب، اشرب يوم أنا ما بحبه، يجيب هو يشربه كله الله يرضى عليه. كان يحب اخوانه، يمزح مع اخوانه، يدحدل هو اخوانه الله يرضى عليه، كان يوجه اخوانه ويحب الخير انه اخوانه كمان ينجحوا في الحياة. كنت انا بدي اطلع تركيا، كان يجيب المعدل اللي بدي اياه اللي هو فوق 90، وإن شاء الله طلعتك على تركيا علي، قلت له إن شاء الله يقوم علي، يقول لي ادرس، يدعمني، استشهد. كنت بدي أدرس، بدي أنجح في التوجيه اللي كان يعني بدي يشوفني إني أنا ناجح. الحمد لله ونجحت وجبت 82 الحمد لله. اليوم دخلت جامعة؟ الحمد لله. تدرس طب بيطري؟ طب بيطري ما شاء الله. الحمد لله، يعني هذا من فضل الإسلام بعد ربنا أنه نعم يعني شكل لك دافع فعليا رب العالمين. كان إسلام شاب خروق بحب هالحياة وبحب يمزح معنا، كان هدفه أنه يبقى أخوه الصغير يبقى أحسن منه، يبقى أخوه يمشيش على رأي، يمشي أخوه على رأي، يمشيش على رأي أخوه، إن أخوه يمشي على رأي نفسه. الحمد لله. كلمة أخيرة، وطيف إسلام حاضر بيننا اليوم. لم يغب إسلام حتى يحضر، فإسلام حاضر دائما في كل شيء، دخولك للبيت، وجودك في الشارع حاضر، ما غاب أصلا دا يحضر. الله يرحمه. ويعني هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الإطلالة الخاصة من منزل عائلة الشهيد إسلام الدويكات الذي ارتقى في ملحمة العرمة في بلدة بيتا، ونقلنا لكم أجواء الإفطار وهذا الحوار هنا الذي يعكس فعليا ما تمر به العائلات، سواء عائلات الأسرى التي
يغيب عنها أبنائها فعليا، لأبنائها لسنوات طويلة، أو عائلات الشهداء التي يغيب عنها أبنائها إلى الأبد فعليا، لنعيش معهم هذه التفاصيل من آلام وأوجاع، وهذه الذكريات التي تبقى فعليا هي سند لهم للصبر على هذا المصاب الجلل. انتهت هذه النافذة الفلسطينية هذا الصباح، دمتم برعاية الله، اللقاء.